رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام وبرنامجكم الحل بين يديك وبغيت الحل مع الأستاذ سعيد النووي، أستاذ جامعي بجامعة الحسن الأول، محامي بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقد. مرحبا بك أستاذ سعيد. شكرا لسكينة. أحوال طيبة على خير؟ نحمد الله تعالى ونشكر. الحمد لله. مرحبا، وأكيد أنه دائما لقاء مفيد برفقتك. أهلا وسهلا ومرحبا. الله يبارك فيك. فمشكور جزيل الشكر وعلى بركة الله. العفو. كنستثمروا الوقت معك مزيان. الحمد لله، وأنني نتمنى نكون يعني في خدمة كل المواطنين، وأني نكون في المستوى المنتظر من الجميع، يعني ربما نكونش يعني محيط بكل القضايا، ولكن على الأقل أنني أفيد. إلى حد الساعة أنا يعني ربما أعتقد أنه يعني وفيت يعني واحد الجزء معين اللي خصو يقوم به أي شخص في مكاني. مرحبا سيدي، تبارك الله عليكم. مباشرة مستمعينا دائما لأسئلتكم طبيعة الحال في الجزء الثاني من برنامجكم الحل بين يديك. أستاذ سعيد، نبدأ بأول رسالة كتقول، رسالة عند السيدة اللي تواصلت معنا البارح، اللي عندها 50% 50% والسيدة غير ذلك. الشفعة. كتقول أنا ما عنديش باش نشفع، ودابا أشنو ممكن ندير باش ما تدخلش معايا لداري، ودابا هاد الدار التحتانية ديالها تباعت 3 المرات. شكرا. دابا كما قلنا البارح، أن إما تكون يعني تحاول دير اتفاق مع الناس المالكين على الشيع، يتفقوا على أساس يدير واحد القسمة رضائية، يتراضوا فيما بينهم، كل واحد مثلا كيستغل واحد العقار، وغادي يقوموا بتعيين واحد الخبير معين، غادي يمشيوا عنده حبيا ويديوا ليه الأجرة ديالو أو الأتعاب ديالو، وغادي يحدد ليهم واحد القسمة على أساس بأنه مثلا إذا كانت هي مثلا كتستغل واحد طبق معين، طبق يعني شقة معينة، وهذاك الشقة يعني أنها أكثر من الحق ديالها أو النسبة ديالها في الشيع، غترد عليه بطريقة أو بأخرى، أو أنها كانت أقل، غطلب مثلا ذاك الزائد اللي حدوا لها الخبير يعطيه لها. دونك الأساس هو أن يدار واحد الاتفاق حبي فيما بينهم، ويحاولوا يوزعوا ما بيناتهم يعني العقار. لكن للأسف حالة أنه عدم توافق بين جميع الأطراف، هنا غتكون مضطرة باش أنها تقدم بدعوة للمحكمة وغتطلب القسمة، ولكن حتى الخبير المعين أنه حتى في المقال اللي غادي يتم الإيداع دياله في المحكمة يتم الإشارة لهذه المسألة هذه، بأنه هي تستغل مدة سنوات مثلا، هذا حتى الخبير يراعي هذه الخصوصية هذه، ويحاول الخبير المعين من طرف المحكمة أنه يراعي هذه الخصوصيات ويدير واحد القسمة لترضي الجميع، يعني باتفاق جميع، ما يتمش لا ضرر ولا ضرار من طبيعة الحال، باتفاق جميع الأشخاص، ومن طبيعة الحال في الأخير غتكون المحكمة هي الفاصل بين جميع الأطراف. رسالة أخرى كتقول، السلام عليكم، عندي استفسار حول إمكانية إضافة أو حذف حرف في الاسم العائلي باللغة الفرنسية بالحالة المدنية، شنو هي الخطوات المتبعة وفي ذلك، وشكرا لكم. خص اولا تثبت لماذا، وثاني كتقدم دعوى للمحكمه الابتدائيه في قسم قضاء قسم الحاله المدنيه، يعني المحكمه غتشوف واش انه يعني كاين دواعي لهذا الحذف، الا كان خطا معين او غادي فكتقوم بتصحيح الخطا الوارد في الحاله المدنيه. ونمشيو ناخذوا رساله اخرى قبل ما نمشيو للمكالمات. نعم. رساله كتقول، السلام عليكم، بغيت نستشر سيادتكم على واحد المشكل ديال واحد البقعه ارضيه اللي كانت في ملك الوالد الله يرحمه في مساحه 100 متر في المدار الحضاري بمدينة تيزنيت. نعم. المهم مشيت واحد النهار بغيت نحفظها، وتفاجأت باللي هي خرجت فيها الطريق. نعم. بعشرة متر. نعم. وجات في وسط البقعة ديالنا. نعم. يعني الطريق جات في وسط البقعة. نعم. مشيت عند رئيس المجلس البلدي وحكيت ليه موقع، وقال لي كتب لينا تعرض ديالك وتبع القانون. ودرت كما قال لي، ولكن هاد الشيء هما داك الشيء اللي داروا خدامين فيه بدون ما يعلمونا بنزع الملكية. نعم. وبغيت تفيدني بشي حل، جزاك الله خيرا. معكم عصام من مدينة تيزنيت. طبيعة الحال هو له الحق الآن، الأرض ديالو تم فيها نزع ملكية، وإن كان خصو يتم إخبار ديال الأطراف باش يقوم بإجراءات معينة، ولكن هنا أنا ممكن أنها تطالب التعويض عن طريق المحكمة الإدارية، تقدم الطلب ديالها ديال التعويض عن نزع الملكية، أو أنه إذا كان اتفاق يعني في أغلب الأحيان مثلا بالنسبة يعني مثلا السكك الحديدية، أنها تقترح في حالة نزع ملكية مثلا ديال واحد الأرض معينة من أجل شق واحد الطريق أو سكة حديدية معينة، فكتقترح واحد المبلغ على المالك، في حالة أنه المالك
رفض ذاك المبلغ او ذاك المبلغ كان زهيد انها كيمشي كتلتجئ للمحكمه الاداريه من اجل المطالبه بتعويض يناسب يعني الملكيه اللي تم يعني نزعها. وبطبيعه الحال انه كيتم تعيين خبير من اجل تقويم المبلغ الحقيقي والقيمه الحقيقيه للعقار وكيتم يعني اعطاء التعويض المناسب. نعم اذا هنا الطريق هو انها تمشي المره الاولى انها تطالب يعني شوف ربما يكون واحد المبلغ اللي مقترح الا كان بالنسبه لهذا المبلغ بالنسبه لي هو يعني مناسب وكافي القيمه العقاريه والقيمه ديال الارض فبالتالي غادي يكون يعني غادي يبرم واحد الصلح معهم. الا ما كانش انه هذا المبلغ يعني زهيد جدا انه ممكن انه يلتجئ للمحكمه الاداريه باش يطالب بالتعويض ديالو. نعم ناخذ معنا مكالمه معنا ام احمد من مراكش. مرحبا بك لاله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يطول عمرك لاله. مرحبا تفضلي. بارك الله فيك علينا وعليك باش ما تمنيتي ان شاء الله. عندي واحد المشكل صاحب الدار الله يستر عليك. تفضلي كسلك. مرحبا. دابا في 2011 في شهر 8 دخلت اخويا واحد الدار شاركه فيها انا وخويا. اييه. المهم ما تفاهمناش وما تقاديناش وما لقيتنا ما جاتش وداك الشيء عينا ما ندخلو. المهم انا نختصر لك وصافي. تفضلي قولي شنو. المهم اللي بغينا قال لي كي نبيعو ما بغاناش يخلينا نبيع ما بغاش يدير معايا حتى شي حر وانا ندخلها للمحكمه. طلبتي القسمه ديال العقار. اييه عينو لك خبير. عيني لي خبير. خبير نعم. القسمه ما تعرفش القسمه. نعم قاعه ماشي تاع القسمه لقاها اختها تباع. اييه زيدي لقاها اختها تباع قال لينا المهم المهم هو داخل انت المهم في الدار داخل انت تفاوض معاه وهضرنا خويا كيقول باغي يقسمها وانا كنقول بغيت نبيع عايشة في مشاكل مع ولادي وعايشة هذاك الشيء بغيت نبيع عاوتاني. نعم. هادشي تنطلب انا تنطلب تنبيع المهم المحكمة فرضت فعلا هي اللي تعرف القسمة هادشي علاش. لا ولكن اسمع الى المحكمه الخبير المعين من طرف المحكمه قال المحكمه بانه توصل في التقرير ديالو بانه العقار غير قابل للقسمه بانه ما يمكنش يتقسم وغادي خصو يتباع عن طريق المزاد العالي فهو كيحدد واحد المبلغ كافتتاح مبلغ افتتاحي كيتسميه المبلغ الافتتاحي هذاك المبلغ وكيتم المزايده عليه لانه ملي كيتباع العقار كيتباع او ديك الدار غتباع عن طريق المزاد العلني كيجيو مجموعه ديال المزايدين يعني مجموعه ديال الناس اللي غادي يشريو والمبلغ اللي الاعلى السعر الاعلى اللي تعطى هو اللي كيتم يعني ما يقول يرسو عليه المزاد يعني كيولي هو له الحق في شراء هذاك العقار. فوصلتوا انتم لهذه المرحله ولا باقي؟ نحن وصلنا خرج المهم قال لي المهم تمشي تنجي عند المحامي قال لي المهم خصك تخلي انا المهم ما بحاليش الله وحده اللي تيعلم. اييه خويا ما حيت دخلت للمحكمه المهم صحه ما حيت بغيت معايا تحل. اييه قالوا لي الناس واش تيديري في المحكمه راه المحدوله تتخلص كل شيء حتى تتبع الدار وتيشد كل شيء يشدوا الخساره ديالهم وداك الشيء. نعم زعمت انا ما بحاليش زعمت مشيت للمحكمه فعلا مشيت قال لي المحامي لا تخلصي لي الاتعاب ديالي تخلصي لي الخبير وتخلصي لي المهم كلشي. لا ولكن انتم فتوا هذه المرحله يعني قلتي تعيين الخبير وحدد المبلغ. لا فتناه المهم فتناه. ايوا وعطيتي للمحامي عطيتي واحد الجزء من الاتعاب. عطيتو كاع داكشي اللي قال لي عطيتو ليه دوكا عاد تمشي عندهم وخارا كتقاصر خسر راسي يدير المكالمه. لا هو دابا لا ام احمد شنو هو المشكل دابا؟ حيت المشكل تاع الحل ما كاين والو واحد شنو لا كاين الحل انا نقول لك الحل اللي كاين. وانك اما غديري اتفاق مع المحامي ديالك على واحد الاساس غتعطيه واحد النسبه معينه او مبلغ معين ديري معاه اعتراف بدين غتوقعيه وغتجليزيه وغتجيبي لي تقول لي ها المبلغ ديالك راه ما غديعش فيها استاذ غتكملي الاجراءات ديالي وان شاء الله تعالى ملي يخرجوا الفلوس غنعطيهم لك. في حاله ان نكمل لك ام احمد نكمل لك في حاله انه رفض ما بغاش يواصل معك الاجراءات ممكن انك تلتجئي لوكيل الملك. الوكيل الملك باش يعين لك محامي لان كاين واحد اللجنه خاصه باتفاق مع بطبيعه الحال النقابه اللي كاينه في مدينه مراكش وكيتم تعيين واحد المحامي في اطار المساعده القضائيه. هذا المحامي اللي غادي يكمل لك الاجراءات ديالك بطبيعه الحال ملي يعني يتم يعني الاجراءات كلها كتم وتسالي وداك الشيء حتى هو غادي يطالب بالاتعاب ديالو عن طريق النقيب غيطلب منه تحديد الاتعاب ياخذهم يخصموا من هذاك المبلغ اللي يخرج لك. انا دوك الاستاذ ما همنيش زعما يقول لي يعطيني كي انا قاديت هذاك الشيء ما عندي مشكل. دابا انا غير دوك تمشي عندو نقول له خصك توصل قال لي واحد الوقت قال لي تباعد فهمتي دابا عملت تهضر معايا انت فعلا هضرتي فيها الكبيره وكلامك ولا كبير. اييه قال لي الدار تباعد فهمت الدار تباعد. اييه ولا الدار تباعد راه الفلوس غيكونوا محطوطين في الصندوق ديال المحكمه. اي كي الله يجازيك بخير اللي تباعت اخويا هذا الشيء اللي بغيت انايا. قال لنا المهم هذا السنين لا والسنين الاخر لا والسنين الجاي
جو راه بغا يمشي معاكم السيد يعطيكم فلوس. أيه. هادشي اللي ما بغيتش تفهمني المهم انت يسمعني الله يجازيك بخير. فعلا المهم كبرنا حكيت ديك المده وشا الجوج ديالي وداك الشيء لقاه هو توفى ليه باه الله يرحمه مسكين هذاك الاستاذ لقاه ما كاينش نرجع ليه غير السيده قالت له ديالو توفى ليه باه راه ما كاينش قلنا ماشي مشكل هذاك الشيء ما عندنا واقع هذاك الشيء ما عندنا ما نديرو قدر الله نعم خلينا تا خدم فعلا جا خدمته مشى عندو الراجل قال له ديتي ديك الهضره اللي قلت لكم ما بقاناش السيد راه احتاسب ما بقاش اللي كان بغا يشري داك الشيء راه المهم احتاسب انا خذني على حسب كيفاش احتاسب ما بقاش بغا تراجع ايه اها زيدي عاودنا المهم جا الراجل فعلا قال لك داك المحامي هذا لي وهذا لي وهذا لي المهم يمكن خلال ايوا الا شوفي يا لاله الا تراجع راه كتعاود كيدير المحامي ديك الطلب اخر وكيعاود يبيعوا المحكمه يعني يبيعوا المزاد عن طريق المزاد كيعاود يبيعوها ثاني يعني او الشخص نعم زيدي دروك في ماشي عندك ونقول لهم راه فات القضيه في الوسط ما بقاش بغيتي نعطي لك غير ثابت اشنو هذاك السيد توقع عليه واش المحكمه ما شدت تبلغ تما بلغ زعما بما راه لا كيعطي الشك ديالو تيحط واحد الشك ديالو على الاقل 21000 درهم ضمانه لا نعم ولكن هو تراجع من حقه يتراجع ما عندوش الامكانيات الماديه او ما عندوش المبلغ كامل بالتالي عنده حقه يتراجع وبالتالي انه المحكمه انها تعاود تبيع تعاود تجدد جلسه اخرى للبيع ديال العقار عن طريق المزاد المعنوي ويجي واحد اخر ويشري وديك الساعه تتم الاجراءات كما هو متعارف عليه في القانون نعم يعني من حقه انه يتراجع هنا خصها تتبع من كتمشي ليه يعني الضمانه اللي كيحط لنا اي مزايد كيحط واحد الضمانه معينه وبالتالي انه ملي تيتراجع كتمشي ليه الضمانه ديالو داك المساله عاديه غادي نمشيو فاصل الاعلاني وراجعين دائما مع الاستاذ سعيد النووي رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام عالم الغاجو مازال مواصلين ومستمرين معكم دائما وبرنامجكم الحل بين يديك وبغيت الحل مع الاستاذ سعيد النووي نتمنى ان الاجابه تكون واضحه للام احمد ما كرهناش نزيدو نسمعكم ولكن الناس خويا كينتظروا ان شاء الله قومي بالمبادره ديالك واذا كانت شي حاجه عاود تواصل معنا نمشيو ناخذوا معنا السيد الكبير من الدار البيضاء مرحبا بك سيدي السلام عليكم لاله مرحبا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لاله كنشكركم على البرنامج بزاف مرحبا سيدي الله يطول عمرك كنسلم على الاستاذ سي سعيد ناوي الله يبارك فيك سي سعيد الكبير الله يبارك فيك سيدي الله يجازيك استاذ عندي واحد الاشكال ديال واحد نزاع شغل مع واحد الشركه كنت طرت للطرد التعسفي اييه ودفعت الوثائق ديالي كاملين لواحد الاستاذ وقام بالاجراءات كما ينبغي يعني درت الابتدائيه واستئناف وتحكمت لي لصالح بجوجهم نعم دابا عند التبليغ خدا واحد السيدة العون قضائي مشات للتبليغ داك السيد تحولوا من داك المكان اللي كان فيه المقر ديال الشركة نعم المكان آخر نعم ملي مشات تبلغ في المكان القديم ما لقاتش عاود مشات المكان الجديد وريتهم العنوان وداك الشيء كتبلغني بلي قال لي داك السيد رفض باش يؤدي داك الواجب اللي تحكم نعم. في القضية نعم وبقات القضيه بحال هكا شنو يمكن لا ما تبقاش بحال هكذا هاد يعني خصك ترجع عند المحامي ديالك الدفاع ديالك باش يدير لك الحز يعني يطالب بالحز على 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 جميع العقار على الاليات اللي كاينه على السلعه على الحسابات البنكيه اي حاجه تملكها كتملكها الشركه سميتها خصو يمكن يقوم بها حز وكذلك انه ملي كيتم الرفض ديال التبليغ راه بعد 10 ايام تيولي التبليغ قانوني ومن بعد انه تفتح ملف ديال التنفيذ وحتى ان العون اللي مشى او العون السيد العون اللي مشات ممكن لا. انها كذلك تقوم بالحز على جميع يعني ما تملك الشركه من اصول يعني على يدها اللي شافتها قريبه لها وممكن تحز عليها كتقوم بالحز عليها على الاقل هذا الحز غيضمن اساسا بانه الشركه واخا تغادر او هذه كيبقى انه كاين حجوز وممكن من بعد هذاك الحز التحفظي اللي غيديره ممكن تحولوا الحز التنفيذي وتاخذ الفلوس ديالك ونتمنوا له التوفيق يا رب شنو ناخذ معنا تسال اخر معنا لفاطمه من مراكش مرحبا بك لفاطمه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أستاذ كده دكتور سعيد. الله يبارك لله. تفضلي. عفوا دكتور الله يجزيك بخير أنا عندي واحد المشكلة مع الزوج ديالي في الطلاق. إيه. ودابا المهم هذا قريب يتحكم. نعم. قبل الجلسة الجاية ولا من بعدها يتحكم. إن شاء الله. وبغيت كي تعطيني فكرة الله يجزيك بخير على حين قال لي الناس لا خصك ديري حيت أنا ما دايرش محامي دابا. نعم. قال لي الناس خصك ديري مذكرات مطالب. نعم. وبغيت نعرف ليش بعد المطالب اللي عندي فيها حق انني نشدها انا شكون اللي تقدم بالدعوه لا هو اللي تقدم هو يتقدم بالدعوه ديال بالدعوه ديال 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 الشقاق ياك اي انت غادي في عند القاضيه عند القاضيه ما تحتاجيش انك تكتبي او شي حاجه في العقاديه قول ليها كنطالب بهذه المطالب هذه كنطالب بالنفقه ديالو عندك وليدات
عندي ثلاثه الوليدات معايا. كنطالب النفقه ديال الوليدات ديالي، كنطالق نطالب المتعه ديالي، كنطالب الحضانه ديالي، كنطالب السكنه ديالي، السكنه ديالي وديال وليداتي، باعتبار انت غتكوني حاضنه ان شاء الله تعالى على الوليدات، غتكوني عندك الحق في السكن. وكذلك ممكن طالبي الا كان شي مؤخر صداق، الا كان باقي في الكارد كما كيقولوا، ولا عقد ديال الزواج باقي فيه شي يعني شي مؤخر صداق، حتى هو طالبي بها. هادو هما المطالب ديالك اللي غطالبي بها. وكذلك الا كانت مثلا ممتنع على النفقه من واحد المده معينه، ممكن طالبي من هذيك المده اللي توقف فيها الى الان، الى حصول او الى حين سقوط الفرد شرعا. بالنسبه لهذا المسكن، واش ما عنديش الحق نطالب بالسكن؟ لا عندك الحق، طالبي بالسكن ديالك. لا واش عندي الحق انا يبقى السكن اللي هو ديالو في ملكو ولا يعني عندك الحق تبقي فيه يعني الى حين انه يهيئ لك سكن اخر بنفس المواصفات اللي كنتي عايشه فيها. الى ما وفرش لك سكن فانت كتبقاي كحاضنه وما تخرجيش من الدار ديالك. وتقريبا هاد كاع هاد يعني المطالب واش نحدد لها كابلغ هذا كاقصى حد ولا لا؟ وانت غتطلبي اللي بغيتي، المحكمه اللي كتبقى عندها السلطه التقديريه على اساس بانه الزوج ديالك الا كان مثلا عندك شي شواهد كتثبت، او مثلا كيشوف حسابيه، او مثلا عندك شي حاجه اللي كتثبت بانه عنده مثلا شواهد ملكيه او غير ذلك، انه عنده املاك مثلا، عنده فلوس، عنده شي حاجه اللي كتثبت عنده الفلوس، تعطيها للقاضيه باش انها تشوف يعني الذمه ديالو، تشوف بانه عنده امكانيات ماديه باش يكون داك التعويض مناسب للاولاد ديالك ولك انت. يعني حيت المحكمه عندها واحد السلطه التقديريه كتقدر على حسب الاجره ديال الشخص، على حسب يعني الامكانيات الماديه، حسب الاملاك اللي عنده، يعني كما كيسمى واحد القطار الحياه لو تران دو في، ولكن ما عرفتش باللغه العربيه، ماشي اللغه ديال ماشي القطار الحياه ديال بلادي بالخياط، ولكن كتشوف يعني شنو الامكانيات اللي عنده باش يؤدي واحد النفقه معينه، لان حسب الاشخاص، حسب الاجره ديالو، حسب الامكانيات الماديه كيتم تحديد هاد النفقه هذه، الواجبات ديال الطلاق. نعم. وناخذ معنا رساله كتقول: سلام اختي سكينه، الله ينورك انت والاستاذ الفاضل، بغيت نصيحه من الاستاذ. انا خدام دابا في واحد الشركه اسبانيه في المشروع ديال الطاقه الشمسيه في ورزازات، طلبنا منه الفلوس قبل العيد، قال لنا غادي نعطيكم 28000 يعني في فريل، واش نشري بها رقنيه ولا نلبس بها الدراري؟ ملي خرجنا من الخدمه تجمعوا الدراري بغينا نهضروا معاه، ما عطاناش وقت، هو خدام وتابعينه حنا بحال يعني، وقال لينا حتى الغدا ونرد عليكم. الغد ليه الدراري تقلوا الخدمه، قال لهم الا ما بغيتوش، الا ما درتوش الخدمه ديالكم يعني، ما بغيتوش نخلصكم كاع حتى 13 في الشهر، ما عنديش مشكل. اللي معجبو الحال غادي نديرو في لاليست نواغ، وباش ما عمرو يخدم في هاد المشروع هذا. شنو المعمول وشكرا جزيلا. هو كاين بعض المكافآت اللي ما كتكونش مفروضه، الزاميه ما كتكونش الزاميه الا لو اللي عنده واحد الطابع دوري، بحال مثلا 13 موا الشهر الثالث عشر، الشهاد القضائي يثبت بانه في حاله مثلا كان كيتادى كل سنه كيولي واحد الحق اللي مكتسب، كيولي انه من حقوق ديال العمال في حاله انه تم الفصل ديالو عن العمل او ذاك، يطالب بهذا الشهر هذا. فكاين مجموعه من الاشياء اللي كنسميوها يعني مكافآت اجتماعيه بين قوسين، كما مثلا يعني حق التنقل، حق التعويض عن التنقل، مثلا يعني لوبانيي، مثلا الغداء، مثلا يعني بالنسبه للاجره ديال العيد الى غير ذلك. فمجموعه من الاشياء اللي كيكون واحد النوع من الاتفاق ما بين المشغل، وخاصة ملي كتكون واحد اتفاقية جماعية. اتفاقية جماعية شنو هي؟ تكون اتفاق جميع العمال وتديروا اتفاقية مع المشغل. نعم. وهذيك الاتفاقية كتكون بحال واحد العقد، أو يعني مثلا قانون واحد داخلي. قانون ماشي قانون داخلي، هو يعني بحال عقد، هو عقد ولكن عقد جماعي ما بين المشغل وما بين العمال. فكيتم الاتفاق على مجموعة من الشروط، حتى أنه مثلا الشخص الذي يعني التحق بالعمل بعد توقيع هذيك الاتفاقية كتولي كذلك يستفيد من جميع الامتيازات اللي كاينه في الاتفاقيه الجماعيه. فمثلا كاين مع حوار مثلا بين النقابات او من مناديب العمال، تيتم الاتفاق على مجموعه من المكافآت، مجموعه من الشروط، مجموعه من الاشياء اللي كيتفقوا عليها مع المشغل. من بينها مثلا الاجره او المساعده ديال عيد الاضحى. فاذا كانت هذه المكافاه كتعطى سنويا لهاد العمال بصفه دوريه او غير ذلك، فكتولي واحد حق مكتسب، او ان منصوص عليها في الاتفاقيه الجماعيه كيولي حق مكتسب وعندهم
الحق يطالبوا به بصفه مستعجله. مثلا اذا كان انه خصو يتم صرف واحد المبلغ معين من اجل مثلا اضحيه ديال العيد ومثلا تم الامتناع ديال المشغل وكان في اتفاقيه الجماعيه منصوص عليها ممكن يطالبوا عن طريق استعجالي باش انهم المحكمه تحكم لهم بالاداء ديال هذيك المكافاه. لكن الا كان غير تطوع من طرف العامل او المشغل انه تعطي واحد القدر معين ما كيكونش الزامي. فالحل في هذه المساله هذه انه يكون واحد نوع من الحوار، ما يكونش واحد نوع الضغط عطينا ولا نديرو، ما يكونش لو سابوتاج انني راه ما درتي غنوقف العمل. لا، انت ملزم عندك التزامات ملقاه عليك بطرف بمقتضى العقد الموقع بين المشغل انك تقوم بمجموعه من الاشياء، وهو كذلك في مقابل تقوم بمجموعه من الالتزامات. فانا كنقوم بالالتزامات ديالي وكنخلي الاخر يقوم بالالتزامات ديالو، ماشي اي كنوقف الالتزامات ديالي ما نقومش بالعمل. هذا نوع من من من, من الاضرار بالمشغل واضرار كذلك مصالح ديال مجموعه من من, من من العمال الاخرين اللي ممكن انهم يكونوش مثلا متفقين على واحد الشكل معين نضالي. نعم، فالحوار هو الاساس انهم يتفقوا ويتجمعوا ويمشيوا عنده يهضروا معاه مباشره على اساس بانه يصرف لهم، لان ما عندهمش امكانيه ماديه باش يشريوا العيد، وبالتالي انه ربما في هذا الاطار يكون الحل ان شاء الله تعالى. نعم. غادي ناخذوا معنا مكالمه معنا سي عبد الرحمن من الدروه. مرحبا بك سي عبد الرحمن. السلام عليكم، بارك الله فيك. عليكم السلام، الله يسامحك. كيف دايرك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك استاذ عبد الرحمن. بارك الله فيك في هذه الايام هذه. الله يبارك فيك، عينا عليك. امين. استاذ عندي واحد السؤال اللي جات على خاطرك. انا كنت شي 3 سنين هذه تقريبا شريت واحد الدار ابارتومون هذا اللي كيستافدوا من دور الصفيح. نعم. وكنت خديتها من عند مشكى اللي كيقول لهم مشكى يعني المقاول ماشي المستفيدين. غير هو في العقد كان هو كان اتفق معاهم انه السطح يقسموه بيناتهم حيت هما جوج وهو اللي يباني لهم. ومني دخلت انا قال لي ودي راه ما كاينش السطح، ولكن فهمتي ما كاينش في العقود، غادي نبيع لك بانه راه ما كاينش السطح، ولكن ما غيخرج التيتر ديال الدار راه كتكون انت فيه. يعني فهمتي بلا ما تبرز راسك. غير انا مولي الجيران دابا كيقول لك لا ودي راه السطح مقسوم على جوج ما يمكنش يدخل عندنا وهذه وهذه، غير سمعوها فهمتي ناض الضجه. انا قلت لهم صدع معاهم الاول وقلت لهم نستشر معك استاذ. والعقد اللي كنا كتبنا عقد في المقاطعه، ولكن عرفي حيت عرفي حيت الناس كتسولهم وهذا كيقول لك لا ودي ما تشريش وديش عقد شراء هذي، دخل معاهم كانك انت باني معاه. درت ان هذاك العقد كانني انا داخل معاه، واخا هي الدار مبنيه قبل ما ندير وعاود جددنا ذاك العقد بانني انا داخل معاه انا وياه اللي باني لذوك الناس. نعم. واش عندي مثلا لا قدر الله في المستقبل شي تبعات لا قدر الله شي حاجه هذه، وكيفاش ندافع على هذا النصيب ديالي الثلث في السطح؟ الله يجازيك بخير استاذ. دابا اللي يوقع هو انك انت شريتي الحق ديال هذاك اللي بنى لهم. لا هو بقات عنده المكازا استاذ. اذا واحد النسبه شريت ابارتمون، شريت غير الطابق الاول. واحد يعني شريتي الشقه بقى عنده هو مستفيد من هذوك اللي مكازا اللي كاينين، وانت خدتي الشقه. نعم. وكتبتي معاه هو مباشره. لا انا معاهم كلهم العقود ديالهم هما، مشينا باربعه للجيران اللي كانوا، مشينا باربعه وشدوا لك بحال اللي تلغاو ذوك العقود العرفيه. نعم. وفي نفس المقاطعه اللي داروا فيها ذوك الاولين. اذا انت العلاقه ديالك دابا مباشره مع المالكين، مع الناس المستفيدين، هما اللي باعوا لك، هو غير داخل معكم انت هو كذلك كمستفيد. بحال انا وياه اللي بانين لذوك الناس. لا واش درتوا في هذا الشيء في العقد بانكم انتم اللي مكلفين بالبناء ديال هذاك العقار مقابل القسمه ديالو وفق الاتفاق اللي درتوه؟ هادشي اللي مكتوب في العقد. اذا مزيان ما عندكش جنة تخاف، يعني عقد شراكة، يعني 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 جام، يعني انتم الان مالكين كلكم على الشياع، يعني مادام ما كاينش حقوق مفرزه ما كاينش كل واحد النصيب ديالو محدد. ولكن استاذ اسمح لي. الله يسلمك. تفضل اسي. الاخر ديال العقد كاتبين الطابق الثاني له النصف في السطح والطابق الثالث له سميته صافي، وانا ما ذاكرينيش في التحت بانني راه عندي واحد ثلث السطح، يعني السطح مقسوم على جوج مكتوب في العقد. انتم ايوا اذا الاتفاق كاين اتفاق بينهم بانهم هم المستفيدين. كاين اتفاق انه غير هو في المشروع كله تقريبا ما كايناش هذه القسمه هكذا، كيتقسم السطاع على ثلاثه ناس او اربعه، يعني اقل شيء هو ثلاثه ما كاينش على جوج. غير هذا قال لك اتفاق بيناتهم وما بغيناش نرضيو الناس كبار وكذا، قال لي بلا ما تبرز راسك راه من غيخرج شي غيخرج انت فيه الاسم دي، يعني غيتقسم على ثلاثه، والسطح خاصه فيه سطح ثلاثه الروبينات يعني كل اربعه. نعم استاذ عبد الرحمن، هو هذه الامكانيه ممكن توقع لانه الان دابا كاين ذاك الاتفاق بيناتكم اللي كتابي، ولكن في حاله هذاك الاتفاق تم يعني التدويب ديالو ان ما بقاش هذاك الاتفاق ساري مفعول في المحافظه العقاريه وخرج لكم لي تيتر كل واحد لي تيتر ديالو، وعلى اساس بانه كل واحد كيملك عقار، كيملك مثلا هو كيملك مثلا انت كتملك الطبق الاول هو كيملك الطبق الثاني، والسيد كيملك مثلا هذوك المحلات التجاريه ياك. نعم. الا خرجوا الاوس الا خرجوا عندك الشواهد الملكيه بهذه الصفه هذه، فانت مالك السطح معاهم لانك انت تتمالك معاهم، لان السطح كيكون مشترك
عين كاين كما قلنا قبل كاين ما يسمى بالاجزاء المفرزه اللي هي ديك لابارتمون ديالك اللي انت كتستغل فيها وكتصرف فيها وكتستافد منها، وكاين الاجزاء المشتركه اللي قلنا كمثال منها السطح، منها كان لاسانسور، منها يعني كل المرافق اللي كانت شي جرده ولا كان شي حاجه، كل المرافق العامه كتكون حتى كذلك مستفيد منها. فبالتالي انه يعني لا خرجت بهذه الصفه ما غتخافش بانه بطبيعه الحال غتكون حتى كذلك مالك لك حقك في صح العقار. نعم، ونمشيو ناخذوا معنا رساله. استاذ سعيد رسالك تقول: السلام عليكم استاذ، انا مقيمه في اسبانيا وشاريه شقه في الدار البيضاء بالكريدي، كانت باقا فيها 3 مليون، ودابا راني كملتها وعطيت الموثق الفلوس باش يتمم اجراءات البنكه. نعم. ودابا 5 شهور وباقي كيقول لي دابا مازال ما كاين والو. وعاده انهم اللي كيتم يعني تسديد القرض المتفق عليه ما بين الزبون وما بين البنك او المقترض والمقرض، فكيتم يعني كيتعطى ما يسمى بلا ما لوفي رفع اليد. فهذيك رفع اليد يعني كيتم داك الحجز لانه هي في ملكه، يعني العقار راه في ملكه، في ملك السيده ماشي في ملك لابونك، ولكن لابونك عندها رهن درجه اولى، معنى انها لها الحق في حاله عدم تسديد القروض يعني المترتبه على المستفيد يعني المقترض، فممكن انها تبيع العقار وكتاخذ المبلغ كله اللي يعني هي دائنه به يعني لا 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 يعني المقترض، وكتخلي المبالغ اللي بقات كتبقى في الصندوق. فهذه الحاله هذه انها ادت جميع المبالغ، فبالتالي انه يكفي انه هذيك لافين لاجراء بسيط جدا كيديروا القضاة كيديروا الموثقين او المحامون، يعني كلهم كيديروا هذه الاجراءات اللي بسيطه جدا، فيكفي انك تمشي تقدم دعوه ملي كتاخذ هذيك يعني لافين كتمشي تقدم بدعوه المحكمه الابتدائيه في اطار الاستعجالي وكتطالب برفع الحجز باعتبار انها قامت بتسديد جميع المبالغ عندها لما لوفي، وكيتم يعني تحرير العقد او تحرير العقار من جميع الحدود. اذا المساله ما كتحسش عاديه جدا ما كتخدم، وما عندها تخوف من هذه المده طوالت. لا انا يعني غير خصها تعاود تراسل يعني الموثق ديالها او تكلم معاه في الهاتف يقول الله يخليك قم لي بالاجراءات، الا ما كانش عنده هذه الامكانيه يشوف يعني شوف محامي اللي ممكن انه يقوم بهذه الاجراءات. ناخذ معنا مكالمه معنا لمينا من قول ميم. مرحبا بك لاله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا مينا من قول ميم، اكليمه الرشيديه. مرحبا لاله. مرحبا استاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بلاله. انا عمري 46 سنه. مرحبا. انا المشكل اللي عندي في تاريخ الزياد. اييه. انا عندي مشكل في تاريخ الفرق ديال الشهر. اييه. ما كناش عندي واحد الشهر. اييه. وفي الريجستر عندي واحد الشهر. اييه. ناقص شهر في الريجستر. نعم. ياك. نعم. استاذ انا قدمت الدعوه بحكم اني موجوده من موالي قريه المفاسي قليم خريبكا. اييه. قدمت الدعوه للمحكمه الابتدائيه بخريبكا. نعم. ياك. وتحكمت وكانت الجلسه ديال 28/8. اها. وحيل الملف على النيابه العامه. اييه. نعم. 3/9 تم الحكم بتاجيل الحكم. اها. لاجل معاينه الملف. نعم. 10/9 الحكم برفع الدعوه بحجه ان التاريخ الهجري الموجود في الروجيستر صحيح. التاريخ الموجود في الكناش. نعم. فيه شويه الفرق ياك. نعم. استاذ. نعم. فهمتي. نعم. مع العلم ان كل الوثائق الخاصه بي انا والتاريخ المطلوب اللي طلبته انا هو ديال التاريخ اللي عندي في لاكارت ناسيونال، وعندي وثائق عقد الزواج. نعم. الوثائق الخاصه بولادي لانهم كلهم عندهم تقريبا دبلومات. نعم. زائد ان الوثائق الخاصه بالزوج ديالي في الاداره وكذا. نعم. كلها في التاريخ الاول اللي طلبت انا. نعم. اللي كنت كنستعمله من قبل. نعم فعلا. استاذ وترفضتي دابا الدعوة وكنشوف هكاك، كنتمنى منكم تلقاو لي حل لهذه المشكلة من فضلك. إيه؟ مع العلم أنه. نعم. لا الوقت ديالي ولا المادة كتسمح لي، أنا زوج ديالي مريض. نعم. ما يمكنش نبقى نمشي ونجي من هنا حتى خريبكا كذا، فهمتي الحالة ديالي شوية ثقيلة. لا فعلا لالا مينا للأسف. نعم. المحكمة ما غتستجبش للطلب ديالك باعتبار أنه يعني الأصل في الزياد ديالك هو في الأصل يعني في سجلات الحالة المدنية، هي اللي عندها العبرة بتحديد يعني أو الازدياد أو التاريخ الحقيقي للزياد ديالك. أما باقي الوثائق هي ربما أنه تسرب خطأ في وثيقة معينة وحدة ومشاو كل الوثائق كلها اللي تصوت معد. مثلا نعطي مثال، مثلا تسرب خطأ ديالي مثلا البطاقة الوطنية وبغيت نصوم مثلا الباسبور، ممكن ان مثلا يتسرب خطا من البطاقه الوطنيه الباسبور. دونك انا عندي البطاقه الوطنيه، عندي الباسبور ديالي، عندي البيرمي ديالي، تا ممكن ندلي بهذيك البطاقه الوطنيه ويتصوب لي مثلا الحل، يتصوب لي البيرمي ديالي وفيه كذلك مثلا هذاك الخطا. فالوثائق كلها الاداريه يقدر يوقع فيها خطا،
ناتج عن خطأ أولي بدأ من نقل يعني التاريخ الحقيقي تم نقله خطأ وتم يعني ترتيب مجموعة من الوثائق أو يعني تم يعني إنجاز مجموعة من الوثائق ولكن كلها خاطئة. في المحكمة يمكنش تستجب لك على أساس بأنه تعتبر أنه التاريخ الحقيقي هو ديال الحالة المدنية باعتبار أن كاين أصل كما تقول الجدر. يمكنش أنني يعني نمشي للفرع لأن الوثائق كلها فرع ولكن الأصل ديالهم هو اللي مسجل في حالة مدنية يعني في السجلات الحالة ممسوكة عند ضابط حالة مدنية هو اللي عنده العبرة هو اللي عنده الحقيقة اللي يمكن ترجع لها. فالمحكمة طبيعة الحال أنها غادي ترفض لأنه ديما خص ترجع للأصل. فهي الآن ممكن طالب بتصحيح كل وثائق اللي كينا اللي عندنا طالب تصحيحها باعتبار أن الأصل اللي عندها هو التاريخ الحقيقي اللي كاين في سجلات الحالة المدنية وخا أن تعود الطالب دعوة أو تستأنف عودة ما تستجيب للمحكمة لأنه ضروري الرجوع للأصل أصل والفرع يبقى فرع. نعم ناخذ معنا للا حبيبة من تارودانس. مرحبا بك للا حبيبة. ألو مرحبا بلالا تفضلي. اهلا اختك انا لاله. مرحبا الحمد لله الله يطول عمرك. بارك الله مزيان الحمد لله شكرنا مبروك لاله علينا وعليك لاله باش بارك الله فيك. شكرا كي داير استاذ لاباس؟ الحمد لله الله يبارك بالله يبارك فيك. لا بارك الله فيك. انا فكر خويا بغيت نستشر معك في هذه القضيه الا كان ممكن. مرحبا لاله حبيبه. انا الوالده ديالي عندها واحد الارض وكانت كارياها من شحال هذا وهي كتكريها وكاع الناس اللي علاش كانت كتكريها يعني كيدوا الكرا ديالها في الوقت وما عمرها لقات معهم لا صعوبه لا حتى شي حاجه. حتى لهاد الاواخر كرات على واحد الشاب صغار تقريبا ديك 30 عام ولا 35 عام ودايره معاه الكرا على حساب عام شهر 7 كيخلص فيها الكرا. وشنو كيدير في هاد الارض هادي؟ كيدير فيها بحال اصلا هما اللي كانوا كيفلحوا فيها من قبل كاع دوك اللي كراوها كانوا كيفلحوا فيها. هو دار فيها غير بحال شي البارد بحال شي مستنبات. واش محددين نتوما الكرا شحال ولا كيعطيها النصيب ديالها في هذاك الاستغلال ولا شنو كيعطيها شي مبلغ معين محدد؟ محددين مع الفلوراق وكل شيء باش يخلص فيها. كاين عقد بيناتهم ياه؟ كاين عقد؟ كاين عقد وي اياه كملي صافي وكيخلص ليها. المهم دايره معايا 20 في شهر 7 باش كيخلص ليها الكرا ديالها كل عام وخلص ليها الكرا ديال العام الاول. العام الثاني مخلصوش طلع عليها غير شويه لا طلع عليها شويه بشي شهر تقريبا ولا شهر 8 اييه ودابا العام الفايت راه ما خلص ليها ديال 2013 وهذه 2014 حتى هو تبعو. وفاش كنعيط ليه كيقول لي والو ما عنديش انايا ودابا وكذا صافي بقيت مع المهم تدز على هذا العام الاخر بقيت كنعيط ليه كنتناقرو انا وياه قلت له ما بغيتيش تخلص لينا الكرا ديالنا نخرج عطى الله اللي بغاه. قال لي الا بغيتينا نخرج خلصوا لي التعويضات ديالي. واخا لاله حبيبه عيني قال لي ولا سيري ملي عجبك وانا ما عرفتش غندير معاه. ما صيفتيش ليه شي انذار؟ لما صيفط لي والو. ايوا حاولي تصيفطي لي انذار على اساس بانه يؤدي لكم هذوك المبالغ في واحد المده مثلا ديال 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 15 يوم ياك غتعطي اجل ديال 15 يوم باش يؤدي لكم هذوك المبالغ. في حاله انه ما اداش لكم هذوك المبالغ في داخل ذاك الاجل عندكم طالبوا بالافراغ ديالو من هذيك الارض ديالكم. فهمتي لاله حبيبه؟ شكرا بارك الله فيك. يعني ما نقدرش نعرف صعوبه ولا شي حاجه حيتاش انا ما كان كيعطيني الخسيك انذار عن طريق العون القضائي. شو ولا من فوق القضاء الا كان يقدر يوصل لهذيك البلاصه باش يمشي يبلغوا بداك الانذار وتعطيو اجل ديال 15 يوم. الا ما اداش لكم داخل 15 يوم غديروا دعوه في المحكمه ديال الافراغ ديالو من الارض وتكريوا لواحد اخر. ولكن مع ذلك هذوك الفلوس اللي كتسالهم راه من حقكم ومن حقكم انكم تتابعوه في جميع الاملاك ديالو. الا عنده اي حاجه تبيع ديال العام الفايت حيتاش دابا هو الكرار بجوجهم غطالبوا بديال العام اللي فات وديال هذا العام حيتاش ما كاين لا روسي بيناتنا لا حتى شي حاجه كيعطيني الفلوس صافي كذا صافي. ايه ولكن في العقد بانه كيأدي قده وقده كاين يعني كل في كل سنه ايوا العقد غيتثبت لكم هذيك الحق ولكن ديالكم. ولكن كانت سالو الفلوس ديال العام الفايت وديال هذا العام شهر 7 وحنا داخلين دابا في العام الثاني. القاعده لاله حبيبه هو انه البينه على المدعي. انتم غتقولوا بانه انت ما اديتيش لنا هاد السنه 2013 و2014 هو اللي كانت عنده شي حجه بانه ادى دوك المبالغ غادي يدلي لكم شي وصل. الا ما اداش بالوصل راه نتوما اللي غادي تكونوا يعني محقين في المطالب بهذاك المبلغ. نعم صافي اخويا شكرا. مرحبا لاله حبيبه توفيق ان شاء الله. مرحبا. رساله اخرى كتقول استاذ سعيد السلام عليكم انا فوزيه من اسبانيا بغيت نسول سي سعيد الناوي الله يخليكم عندي شقه في الدار البيضاء مشتركه فيها مع الزوج وحالا واقفين على الطلاق وما عرفتش اش غادي ندير في الدار وشكرا لكم. ما تطلقيش. جميل جدا. هذا هو الحل. هذا هو الحل. هو للاسف ملي تيكون يعني قاعده عامه
ملي تيكون يعني زواج كتكون يعني العلاقه طيبه, كيكون الحب الود الرحمه كلشي تيكون كلشي كيتشارك ميم تيديروا دي كونت 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 جوين, ولكن للاسف من بعد انه كيتفرق كلشي. القاعده العامه انه طبيعي الحال لا يجبر احد على البقاء في الشيع, فهي ممكن انها تطالب بالقسمه ديال هذا العقار هذا, وبطبيعة الحال غادي يتباه ما يمكنش يتقسم على جوج لانه ما يكونش ساكنين بجوج, فشقة ممكن ما يمكنش تقسم على جوج, ولكن غتتباع وتتباع كل واحد كياخذ يعني نصيب ديالو. الا كان عندها 50% في الشقة راه غتاخذ النسبة ديال 50%, كانت عندها اقل غتاخذ, كان اكثر غتاخذ. فهذا هو الحل يعني العادي والقانون اللي ممكن يديره اي واحد. نعم, ناخذ مكالمة تالية معنا اللحظة. سي رشيد من وزان, مرحبا بك سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. داير لاباس عليكم؟ الحمد لله. وعليكم مبروك. علينا وعليك السلام. باش ما سمعتيش ان شاء الله. كنشكركم بزاف وكنشكركم على هذا البرنامج, كنشكر الطاقم التقني الله يرحمكم الوالدين. العفو سيدي, العفو, مرحبا في الخدمه. الله يجازيك بخير. عندي واحد السؤال. تفضل سيدي. دابا الوالد ديالي مات, خلاني انا مازال يعني عندي شي عام هكا ولا عام ونص. نعم. واللي مات خلى لينا ثلاثه ديال الخوت, دريه وحده وجوج دراري. اها. خلينا واحد الارث كبير بزاف, يعني نقول لك واحد الارث يعني جميل بزاف. نعم اييه. يعني الاخوان ديالي ما كاينش اللي دار قال لي قسام ولا هذا, كل واحد تزوج في الدار القان ديالو, بقيت انا والوالده يعني الارثين ديك الاراضي وديك الملك اللي عندنا. نعم. وهاد الايامات هادي واحد الاخ ديالي وقع له شي مشكل مع المراه ديالو ديك الشهاده في واحد المدينه, وجا للباديه, انا كنسكن غير الباديه. نعم. وملي جا وقع شي مشاكل هذا, المهم قال الوالده يعني بغيت نقسم وديك الشهاده. نعم. الوالده بحال اللي تعكسات وديك الشهاده, قلت لها انا الوالده يعني صافي بغى الحاجه, بغى القانون ديالو عطيه نقسموا ونعيطوا الاخوان وديك الشهاده ونقسموا, هي ما بغاتش. كتقول يعني انا الارث وهذا هما خدامين وانا يعني داك الشيء باش كناكل وديك الشهاده ما بغاتش. ولكن يعني في البدايه قلت لي ما شاء الله يعني الاب ديالك خلى واحد الارث كبير تبارك الله, يعني غادي يقدر يعني تعيش منه الوالده, تعيش منه انت, يعيش منه خو الاخ الاخوان ديالك, كل ما يعيش الوالده. وعلاش هي كتمتانع؟ على اش من اسباب, شنو السبب ديال اللي خلاها باش تمتانع على اجراء القسمه؟ فهمتي الشيخ والله ما فهمتش. واخا بلاتي, واش هو الوحيد اللي باغي القسمه؟ هو الوحيد اللي باغي. ايوا انتم غدير واحد العمليه, غتعيطوا له, انت باغي حقك غتجيبوا شي خبير ياك, او مترو نتوما راه عندكم في العربيه كيجي داك المترو اللي كيقدر يعبر, وغتشوفوا شحال جا هو, شحال جا في النصيب ديالو ياك. مثلا جات واحد الارض او جوج او ثلاثه وهذه غتقوموها شحال ديال الفلوس, وتبيعوا شي حاجه اخرى نتوما الا ما عندكمش امكانيات الماديه. كاينه امكانيات تردوا تعطيوه حقه, يخرج هو من هذيك الشيعه اللي عايشينه نتوما, وديك الدار وديك الشيء وهذا يعني الدار. قلت لك هذا هو اللي غادي ديروا نتوما, غادي ديروا غتقوموا داك الشيء اللي هو في نصيبه اللي خصو ياخذه. أيوة. وغتقوموه فلوس, شحال غيجي فلوس. أيوة. وتعطيو ليه الفلوس, عطيو فلوس, قولي ها فلوس, ها هو المبلغ ديالك, ويدير لكم واحد الابراء بانه راه تسلم مبلغ وكذا مقابل ارث ديالو في التركه ديال الوالد ديالكم. نعم. مرحبا سيدي. العفو. مرحبا سيدي. كنت وليد انا والله حتى نعطيها نهضروا معكم. قول لي نهار اثنين ان شاء الله تعيط لنا ونهضروا معها, ما كاين مشكل. صافي واخا ان شاء الله. مرحبا بالتوفيق سيدي, الله يجبر الخواطر يا رب, الله يجبر الخواطر. اكيد انا موصي معكم مستمعينا الكرام على ميد غاديو, فاصل اعلاني ونعاود لنواصل. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو, مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم. دائما معنا الاستاذ سعيد النووي, محامي بهيئه الدار البيضاء مقبول لدى محكمه النقد, واستاذ جامعي بجامعه الحسن الاول. احنا مازال مواصلين استقبال مكالماتكم مستمعينا الكرام ورسائلكم, مرحبا واهلا وسهلا بالجميع. نمشيو ناخذ معنا مكالمه اللحظه. معنا دائما بطبيعه الحال المستمع الاوفي عبر ارقامنا الهاتفيه 0522 46 72 50 51 52. ايضا يمكن لكم تواصلوا معنا على الاس ام اس, غتكتبوا حل خليه فراغ وصيفطوا الرساله ديالكم ل 50 80, ثمن الرساله 6 ديال الدراهم مع احتساب الرسوم. ايضا مع يمكن لكم تواصلوا معنا على الفيسبوك وصفحه البرنامج واللي هي الحل بين يديك. مرحبا واهلا وسهلا بكل اوفيائنا اللي كيتابعونا دائما في هذا اللقاء المباشر, فمرحبا بكم مستمعينا الكرام. غادي نمشي مباشرة لسؤال آخر دائما مع الأستاذ سعيد النووي. سؤال كيقول كنشتغل في واحد المؤسسة لمدة
الأزيد من 20 سنة. نعم. لكن للأسف اكتشفت مؤخرا بأنه لا يصرح بجميع يعني ما بحال ما مصرحش بالمدة كلها هي اللي خدمتها في الضمان الاجتماعي. نعم. شنو الحل اللي يمكن ندير؟ للأسف أنه بعض المشغلين أنهم كيتعمدوا أنهم يقومش بتصريح ديال مجموعة من العمال مخافة أنه يؤدي عليهم واحد النسبة اللي محددة قانونا باعتبار أنه كيكون واحد نوع من التضامن كيؤدي واحد نسبة معينة وكذلك يعني الأجير كيؤدي نسبة معينة ولكن اللي خطير جدا هو أنه المشغل هو اللي كيخصم هذه النسبة فبالتالي خصم هذوك المبالغ وعدم إيداعها في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذه كتعتبر جنحة باعتبار أنها خيانة الأمانة كتأخذ واحد المبالغ وما كتأديهاش. الآن ممكن بعد هذا يعني مرور هذه السنوات هذه ممكن أن يتقدم بدعوة المحكمة الابتدائية الاجتماعية في الدار البيضاء حيت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء أو قسم يعني نزاعات الشغل اللي كاين في المحكمة الابتدائية في جميع المحاكم ديال 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 المملكة فكيتقدم بدعوة ديال صحيح هذاك الأجر لأنه كيطالب المبالغ ديال اللي تم خصموها من الأجرة دياله ولم يتم إيداعها وما استفش منها وكذلك يطالب بتعويض عنها لأنه تم حرمانه علاش لأنه من تكون واحد الأجور معينة وسنوات معينة كيتأدى وديك نسبة كتأدى تستفد من 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 لاغوتخي دياله فواحد المبلغ كبير جدا ماشي كبير جدا ولكن مقارنة مع إلى لا تم ما تمش تصريح ديال دي بيف واحد المدة معينة وواحد المبلغ معين فهنا كيطالب بتعويض عن الحرمان دياله لأنه غتجي واحد الأجر حسب يعني التصريح ديال المبالغ اللي مصرح بها وكذلك يطالب باسترجاع تلك المبالغ التي لم يستفيد منها عن طريق المحكمة ويشوف محامي لأنه المسطرة شوية دقيقة جدا باش أنه يثبت باش يثبت هذا المسائل يشوف شي محامي اللي تما قريب ليه وكيثق فيه أنه يدير هذه المسطرة هذه. نعم باش ناخذوا معنا اتصال آخر معنا لالا حليمة من تمارة. مرحبا بك لالا حليمة. شكركم على اللعوة واشكم مبروكة. الله يطول عمرك على اللعوة واشكم مبروكة. اه هنا وداك الشيء اللي تمنيت ان شاء الله بيدك. وانت كذلك لالا خطيك وانت كذلك. شكرا على هذا البرنامج انت والدكتور. مرحبا لالا. مرحبا بلالا. الله يخليك الله يخليك انا حنا ساكنين في ليزيمابل. اييه. حنا قناه ودار. نعم. وعندنا السطح انا مع جو سي اونديكابي انا ساكنه الفوق. ما كنطلعش كنشرغ غير في لي بالكون. نعم لالا. سكن في السطح كيستغلوه هما كلهم والجهه ديالي انا كلها مشقه كلها مهرسه السطح السطح ما مجلش. نعم. وهضرنا على السطح وبدينا كنجمعوا تبع الفلوس وهذا ولكن جمعوا غير واحد ربع شهور وحبسوا. لالا حليمه واش ما عندكم السانديك ديال هاد العماره هذه؟ لا سيدي ما عندناش. علاش ما درتوا السانديك؟ ما الناس كيتهربوا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سيدي اش غنقول لك وانا وحدانيه جسمي السر ما عندي حتى حد ما عندي سوى الله تعالى وهاد الناس ما عرفتش وجيتي انا كينشروا فيها كيكبوا فيها الماء كيلعبوا فيها الدراري المشكليطه ما نقول لكش لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نعم. ودابا بغيت غير نعرف شنو الاجراءات اللي ندير كله مهرس. نعم نعم كله مشقوق وجيتهم هما كلها مزيانه زعما ما مجلش السطح وحنا شرينا بلا روبينيات السطح وطلعوا داروا الروبينيات. نعم. بلا ما تشاور حتى مع حد ما غير اللي بغى يدير شي حاجه كيديرها. دابا ملي هضرنا على السطح قالك السطح هو حقه خصو الفلوس بزاف خصو هذه ترسم نفرقوا السطح. اذا فرقنا السطح كل جهه غادي يكونوا فيها ثلاثه السكان. غادي سهل علينا نجلجو ولا نصايبو ولا بزاف الحوايج. انا بغيت نصايب جيتي ولكن لا صايبتها غادي عاود يجلسوا فوق منها وصبروا فيها ولا حول. هادشي اللي بغيت نقول لك انا حليمه واش كاين امكانيه باش تصوبي غير البلاصه اللي فيها انت باش ما يبقاش باش ما تبقاش البلاصه راه غادي يستغلوها. لا ولكن ماشي غايستغلوه ما السطح كيستغلوه سواء بالجليج ولا بلا جليج ولكن انت على الاقل دوك التسربات ديال المياه ولا داك الماء ديال الشتاء اللي كتصب وكتدخل لك كتخسر لك الدار كتخسر لك الدار. اذا انت خصك تحمي راسك. هذا اجراء تقني ما كنقولش اجراء قانوني ولكن اجراء تقني انك ممكن ديري هذه العمليه باش على الاقل تحبسي هذوك التسربات ديال المياه لانه الا بقى كينخر لك في, في 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 الساس ديال الدار وهذا غيتبوق الصباغه غادي ربما حتى الجدران انها ترشى وهذا وغادي ربما يتسبب لك ضرر كبير. فاذا كانت في الامكانيه ديالك انك تصلحي هذاك المكان باش ما يبقاش انه يتسرب لك المياه احسن لانه الوضع ديالك وضعني شاد على شاد او استثنائي
لانه ما كاينش هذاك السنديك ديال العماره اللي ممكن هو انه يلزم يعني عنده يعني امكانيه ديال الالزام انه يلزم جميع السكان من اجل انه يساهموا يعني في اصلاح ديال وكذلك الصيانه ديال ديال العماره كلها. فكيكون دوك المساهمات الدوريه بها ممكن انكم تاديو يعني او تصلحوا هذاك العقار. ولكن ما كاينش دابا سانديك اللي ممكن انك توجهي ليه باش انك يعني تجبري السكان باش انهم يقوموا بهذا الاصلاح هذا. لكن اذا وقعت استمر الضرر ممكن تجيب دعوه بجميع السكان باعتبار انت الوحيده المتضرره من هذاك الوضع بل انك ممكن انك تلتجئ لشي مفوض قضائي باش يدير لك واحد المعاينه. بغيت نعرف دابا هذاك الشيء اللي بغيت ندير يدير لك معاينه على اساس بانه راه يعني هذاك التسربات ديال المياه راه كضر بالعقار ديالك ومن بعد ترفعي دعوه. وكذلك ممكن تجيبي شي مقاول يدير لك ان دوفي. شنو الدوفي؟ المهم وثيقه المبلغ بالضبط اللي غيخصها اجمال مثلا واحد ليستي مبلغ اللي شحال غيتصوب داك الشيء وهذيك بحال غيتقام. وهذيك الوثيقه هذيك ممكن بها كذلك انك تلزمي السكان باش انهم يساهموا في هذاك الاصلاح ديال 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 السطح كله باش حتى واحد ما يضر من التسربات ديال المياه ديال الشتاء. شكرا جزيلا لك استاذ سعيد النووي استاذ جامعي بجامعه الحسن الاول محامي بهيئه الدار البيضاء مقبول لدى محكمه النقد. دائما لقاء ممتع ومفيد برفقتك. شكرا لك. شكرا. نلتقي ان شاء الله الاسبوع المقبل ان شاء الله. كنتمنوا لك نهايه اسبوع موفقه. شكرا جزيلا انتم كذلك وجميع المستمعين. كنشكر وفاء فائز رفقتنا اليوم في الاخراج سميحه في استقبال مكالماتكم. كنشكر كل مستمعينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.